بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 200. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم له صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وهذا كقوله في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما. فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه كما يكره فعل معصيته. وبعض الفقهاء يرويه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وليس هذا لفظ الحديث، وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليها، والمؤمنون يستعينون بها على عبادته، فهو يحب الأخذ بها، لأن الكريم يحب قبول إحسانه وفضله، كما قال في حديث: القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولأنه بها تتم عبادته وطاعته، وما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل، بل يفعله عبثا، فهذا عليه لا له، كما في الحديث: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخير أو الصمات. ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنه، والسكوت عن الشر خير من قوله. ولهذا قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلى أن قال رحمه الله: وأيضا فهو مأمور إما بقول الخير وإما بالصمات، فإذا عدل عما أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير كان هذا عليه، فإنه يكون مكروها والمكروه ينقصه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإذا خاض في ما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه، إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله، بل ينقص قدره ودرجته. ولهذا قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فما يعمل أحد إلا عليه أو له، فإن كان مما أمر به كان له، وإلا كان عليه، ولو أنه ينقص قدره. والنفس طبعها الحركة ولا تسكن، لكن قد عفى الله عما حدث به المؤمنون أنفسهم ما لم يتكلموا به أو يعملوا به، فإذا عملوا به دخل في الأمر والنهي. فإذا كان الله قد كره إلى المؤمنين جميع المعاصي، وهو قد حبب إليهم الإيمان الذي يقتضي جميع الطاعات، إذا لم يعارضه ضد باتفاق الناس، فإذا كان قد كره إلى المؤمنين المعارض كان المقتضي للطاعة سالما من هذا المعارض. وأيضا فإذا كرهوا جميع السيئات لم يبق إلا حسنات أو مباحات، والمباحات لم تبح إلا لأهل الإيمان الذين يستعينون بها على الطاعات. فالله لم يبح قط لأحد شيئا أن يستعين به على كفر ولا فسوق ولا عصيان. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم عاصر الخمر ومعتصرها، كما لعن شاربها، والعاصر يعصر عنبا يمكن أن ينتفع به في المباح، لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها خمرا لم يكن له أن يعينه بما جنسه مباح على معصية الله، بل لعنه صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن الله لم يبح إعانة العاصي على معصيته ولا أباح له ما يستعين به في المعصية. فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات، فيلزم من انتفاء السيئات
أنهم لا يفعلون إلا الحسنات، ولهذا كان من ترك المعاصي كلها فلا بد أن يشتغل بطاعة الله. وفي الحديث الصحيح: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالمؤمن لا بد له أن يحب الحسنات، ولا بد أن يبغض السيئات، ولا بد أن يسره فعل الحسنة ويسوءه فعل السيئة. ومتى قدر أنه في بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيمان، والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منها، أو يأتي بحسنات تمحوها، أو يبتلى ببلاء يكفرها عنه، ولكن لا بد أن يكون كارها لها. فإن الله أخبر أنه حبب إلى المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم. ولكن محمد بن نصر يقول: الفاسق يكرهها تدينا. فيقال: إن أريد بذلك أنه يعتقد أن دينه حرمها وهو يحب دينه وهذه من جملته فهو يكرهها، وإن كان يحب دينه مجملا وليس في قلبه كراهة لها كان قد عدم من الإيمان بقدر ذلك. كما في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضا، صحيح مسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به الثواب. وقوله من الإيمان أي من هذا الإيمان، وهو الإيمان المطلق، أي ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خردل. والمعنى: هذا آخر حدود الإيمان، فما بقي بعد هذا من الإيمان شيء. ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبقى معه من الإيمان شيء، بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى الأول. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.